كنت جالسا أمام دكان صديقي في بغداد، وبينما كنا نتجاذب أطراف الحديث قاطعت حديثنا امرأة محجبة ترتدي ثياب الرثة، يوحي منظرها العام بأنها امرأة فقيرة، وكانت تحمل بيدها صحنا. فحدثها صديقي صاحب الدكان بالإشارة وطلب منها أن تخرج من الدكان، ثم خرج خلفها وحدثها همسا، فانصرفت المرأة. فسألت صديقي من هذه المرأة وماذا تريد، فقال لي إنها امرأة تعيل أولادها وهم الآن جياع، وتريد أن ترهن الصحن بأربعة قروش كي تشتري الخبز لأولادها. فانتفضت من الكرسي ولحقت بها وأعطيتها كل ما أملك، وكان معي حينها 12 قرشا. أخذت السيدة الأرملة القروش وهي في حالة من التردد والحياء، وعدت أنا مسرعا إلى الدكان، لكن عقلي بقي مع تلك المرأة التي لم أتمكن النوم ليلتها بسببها، وقلبي يعتصر الألم. ثم نهضت من السرير وكتبت هذه الأبيات: لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية، والدمع تذرفه في الخد عيناها، بكت من الفقر فاحمرت مدامعها، واصفر كالورس من جوع محياها، مات الذي كان يحميها ويسعدها، فالدهر من بعده بالفقر أشقاها، الموت أفجعها والفقر أوجاعها، والهم أنحلها والغم أضناها. هذا مطلع قصيدة الأرملة الضائعة التي ترجمت لعدة لغات وتعتبر من روائع الشعر العربي في عصر النهضة. كتبها شاعر من أب ذي أصل كردي وأم ذات أصل تركماني، لكنه ولد وعاش ومات في العراق. الشاعر الثوري معروف الرصافي، وهو معروف بن عبد الغني بن محمود الجباري. ولد في بغداد عام 1875 خلال فترة الحكم العثماني. درس في حلقات الدروس الشعبية التي كانت تعرف بالكتاتيب، ثم انتقل إلى المدرسة العسكرية، لكنه تركها واتجه إلى المدرسة الدينية، وتتلمذ على يد كبار شيوخ العلم والدين في العراق. أطلق عليه الشيخ العلامة محمود شكري الألوسي اسم معروف الرصافي، وذلك اقتداء بالشيخ معروف الكرخي. أما كلمة الرصافي فتعود إلى منطقة الرصافة. بعد أن تخرج معروف الرصافي بدأ يمارس مهنة التعليم في بغداد، ثم بدأ عمله في الصحافة، وكان يكتب في جريدتي الرشاد والأمل. في عام 1910 أصدر معروف الرصافي أول ديوان له، ثم أصدر خلال حياته بعد ذلك عدة دواوين كان أشهرها ديوان الرصافي. وعرف عن الشاعر الرصافي مواقفه الثورية، فقد وقف ضد الإنجليز خلال فترة احتلالهم للعراق، وبعد ثورة 1920 وتعيين الملك فيصل الأول ملكا للعراق. انتقد الرصافي الملك والدستور، وكان يرى أن الدستور ما هو إلا مبرر للانتداب البريطاني للعراق، وكتب هذه الأبيات التي وصفت تلك المرحلة: علم ودستور ومجلس أمة، كل عن المعنى الصحيح محرف، أسماء ليس لنا سوى ألفاظها، أما معانيها فليست تعرف، من يقرأ الدستور يعلم أنه وفقا لصك الانتداب مصنف. وكان قد جمعه موقف مع الملك فيصل في إحدى المجالس، فقال الملك فيصل لمعروف معاتبا: أهكذا تقول عني أعدد أياما وأقبض راتبا؟ فأجابه الرصافي: أرجو ألا تكون كذلك يا صاحب الجلالة. ولم يعتذر معروف الرصافي عن تلك المقولة، فقد عرف عنه حدته وجديته في التعامل، كما أن له الكثير من المواقف السياسية المثيرة للجدل، والتي وقف فيها ضد السلطة بشكل علني. قبل وفاته بسنوات اعتزل الرصافي الحياة العامة، وتوفي في منزله ببغداد عام 1945، وفي عام 1970
بني له تمثال من البرونز. فهل سمعت عن معروف الرصافي من قبل؟ أخبرنا أبياتا تعرفها له.